ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، إذا جلسة مجلس الأمن القومي التونسي بدأت بالفعل لمناقشة حادث وفيات الأطفال الرضع في مستشفى الرابطة، ما المتوقع من الجلسة؟ وفق بعض التسريبات، المتوقع أن يتم اتخاذ عدة قرارات خاصة بالمستشفيات الحكومية في البلاد، إقرار مبدأ المحاسبة لكل من يثبت تورطه في الموضوع أو تقصيره في قضية وفاة 12 طفلا في مستشفى الرابطة الحكومي. حازم، التداعيات كبيرة على المشهد التونسي برمته، يعني هناك حراك مكثف في هذه الساعات منذ ساعات الصباح، بدءا في مؤتمر صحفي لسونيا بالشيخ القائمة بأعمال وزير الصحة، ومرورا باجتماع الآن للجنة الصحة في البرلمان التونسي. بعد ذلك سيكون مؤتمر صحفي للحديث حول تداعيات الموضوع. رئيس البرلمان محمد الناصر منذ قليل أيضا وجه دعوة لرؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع للتباحث والحديث والنقاش حول هذه القضية التي هزت الرأي العام التونسي. سياسيا أيضا هناك عدة توقعات بأن يقوم يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي بالعمل على إجراء ربما نقل لعدد من الوزراء في عدة حقائب أو لعدة حقائب وزارية. كل الاحتمالات واردة خلال الساعات القليلة. الاحتمال الأقرب ياسر من خلال متابعتكم، الاحتمال الأقرب من خلال متابعتكم سواء كان على مستوى هناك مجلس الأمن القومي أو حتى وزارة الصحة. بالنسبة لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الصور الأولية التي نشرتها مؤسسة الرئاسة يعني رأى فيها عدد من المتابعين بأن الرئيس التونسي ينتابه حالة من الغضب لما جرى. الصور أيضا أظهرت تساؤلات عدة، من يحضر الاجتماع؟ وزراء الداخلية والدفاع وأيضا وزير الخارجية، وزيرة الصحة بالنيابة سونيا بالشيخ، إضافة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد وعدد من الخبراء، لجان كثيرة على المستوى النقابي، على المستوى البرلماني، وحتى اجتماع على المستوى الرئاسي. كل هذا حازم يدلل أن موضوع وقضية يعني فقدان أو وفاة الأطفال هزت بالفعل الرأي العام التونسي على المستوى الشعبي وصولا للسياسي. نحن بانتظار انتهاء الاجتماع وما سيتم الإعلان عنه من نتائج. أشكرك جزيل الشكر ياسر دبابش مراسل الغد، كنت معنا مباشرة من تونس.